دكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة في البرلمان. حضرتك كلمنا على الفيروس المخلاوي، الفرق بينه وبين الأنفلونزا. طيب، الفيروس المخلاوي ده اللي هو بالإنجليزي اسمه RSV Respiratory Syncytial Virus، هو فيروس من الفيروسات التنفسية اللي موجود ومكتشف وبنتعامل معاه من سنة 58. إذن هو ليس فيروس حديث، بيجي في الأطفال الصغيرين اللي هم 6 أشهر سنتين أكثر، أو الناس الكبار قوي اللي هو فوق 65 اللي هم عندهم نقص في المناعة. هذا الفيروس كان بس خلال الثلاث سنوات الماضية ساعة ما كانت الكورونا هي الوغدة الأبر هاند، هي بقى الكورونا دي كانت لأنها بتتنافس على نفس البوست اللي هو نفس البني آدم، فعشان كده ما كانش ظاهر الحالات بتاعتها ما كانتش ظاهرة. السنة دي لأن الكورونا ضعيفة، فالفيروس المخلاوي اللي هو RSV والأنفلونزا الاثنين شديد حلو زي ما بيقولوا، فعشان كده ابتدت الحالات تزيد. هو حالات الفيروس المخلاوي وكل الفيروسات التنفسية بتظهر في فترة اللي هي الخريف أو الشتاء، يعني ما يكون الجو لسه ما بردش قوي، يبقى في تغيير في الجو، برد بالليل وبالنهار معقول الجو. فالفتره دي هي فتره الايه اللي بنسميها فتره موسم الانفلونزا او موسم الفيروسات التنفسيه، بيظهر بصوره نفس الاعراض اللي هي شبيهه الانفلونزا، بصوره حراره، يمكن الحراره بتاعته بس ما بتنزلش بسهوله، وكحه ورش، وكحة اصلا بتبقى اكتر من الصوت. دكتور، علاجه بيكون ازاي؟ علاجه ملوش ولا مضادات حيويه ولا مضادات فيروسيه، العلاج هو عباره عن راحه وسوائل مخفض الحراره. مخفض الحراره، وبعدين في الاخر ان هو بيروح لوحده في اغلب 99% من الحالات. دكتور، يعني ما فيش فرق بينه وبين الانفلونزا؟ الاعراض تقريبا واحده، مفيش فيها مشكله. نفس طب بالنسبه لوضع مصر بالنسبه لكورونا دلوقتي، هل احنا مسيطرين على الفيروس دلوقتي يا دكتور؟ لا، هو الفيروس زي في العالم كله، الفيروس في فتره الشتاء بيزيد زي نفس الفيروسات التنفسيه، لكن لحد النهارده كل الحالات او 99% من الحالات بسيطه، ما بتحتاجش دخول مستشفى، اغلبها كمان ما بتحتاجش حتى استخدام المضادات الفيروسيه اللي موجوده عندنا، الا في العيانين اللي عندهم عوامل خطوره، اللي هم العيانين اللي عندهم امراض مزمنه او الحراره بتاعتهم والاعراض عاليه جدا، بندي المضادات الفيروسيه. دخول المستشفى واستخدام الرعايه المركزه ده قليل.